جاءت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بعين تيموشنت بوضع مخطط أمني لموسم الاصطياف لسنة 2019، يتم من خلاله وضع تشكيل أمني ثابت ومتحرك لتأمين المسالك والطرقات التي يتوافد منها المصطاف. في شهر جوان وجويلي وأوت كان عند تدخلات على مستوى الطرق الوطنية المؤدية إلى تربط بين طريق تيلمسان وتيموشنت، الطريق العشرين، الطريق الوطني رقم 20 والطريق الوطني 35. مي انسان اللي قتاني ما يتقلقش، يعرف بلي كاين راه عنده عائله، راه عندها الاولاد، راه عندها، وكما قال لك حفيظ الله. ننصحهم باش ينقصوا من السرعه، خاطر انا ديجا صرا لي اكسيدون فهاد السرعه وكل شيء. نصيحه من عندي في سبيل الله، ينقصوا من السرعه.